والغنى اكثر. طيب لو حاولنا نعطي المشاهدين فكره ولو سريعه، بعرف انه انت بتمتلئي دائما عن الغنى اذا ما كان كل العناصر الفنيه متوفره، بس في سبيل اعطاء المشاهدين لمحه عن اي لحن يمكن عامله عاصي او غيره بهالمسألة. بسمعك مقطع صغير كثير عن غنية لبعلبك لحن عاصي، اول غنية هذه ببلش فيها ببعلبك اسمها يا قلبي لا تتعب قلبك. يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك، بتغيب كتير وبتروح كتير وبترجع عدراج بعلبك، يا قلبي لا تتعب قلبك. حلو، هذه ملحنة استاذ عاصي. عاصي راضي عن لحن استاذ عاصي؟